الأمل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء الأسبوعي مع برنامجكم برنامج بسمة أمل مع دكتور شادي محمد، أخصائي أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب ومناظير البطن والرحم. بسمة أمل، نتعشم في وجه الله أن احنا نستطيع أن نرسم بسمة أمل على وجه كل فتاة وكل زوج يبحثان عن الإنجاب، على وجه كل فتاة وكل زوج يبحثان عن السعادة الزوجية في العلاقة الخاصة بينهم. بسمة أمل على شفاء كل فتاة وكل زوجة وكل امرأة تبحث عن نصيحة طبية في أمراض النساء والتوليد. إن شاء الله النهاردة حلقتنا هتدور عن النزف أثناء 3 أشهر من الحمل. هنبتدي النهاردة إن شاء الله موضوع الحلقة، واللي عايز يتصل يتواصل معنا على الأرقام الموجودة على الشاشة، بحيث إن شاء الله في أي موضوع في أمراض النساء ونستطيع الإجابة عليه إن شاء الله. مبروك، أنت حامل. احساس بيبقى جميل قوي لاي زوج وزوجه، خصوصا في الحمل الاول، يعني خصوصا لما يبقوا الاثنين بكره. مبروك انت حامل، تروح للطبيب تقول له الدوره متاخره، بنعمل اختبار حمل، وتقول لها مبروك انت حامل، او الطبيب او الطبيبه. الزوج وزوجه بيبقى فرحانين جدا، وانا كطبيب ببقى فرحان جدا، وكل الاسرتين الكبار جدا بيبقوا فرحانين. ولكن مع حدوث وبدايه حدوث التغيرات الفسيولوجيه في المراه، بيبتدي الشعور بالتغير. ما بقتش انا، ما بقتش صحتي زي ما انا، ما بقتش الجسم بتاعي سليم، او يعني ما بقتش متناسقه زي ما انا، ابتدى الجسم الوزن يزيد، ابتدى يبقى فيه تغيرات. كل ده تغيرات فسيولوجيه تطرأ على المراه، يجب ان تشعر بها ويجب ان تتفاعل معها، لان ربنا بيقول حملته امه وهنا على وهن. الحمل يا جماعة ضعف، يعني تيجي السيدة تيجي تقول لي أنا مش قادرة أصلب طولي، عايزة أنام كتير، مش عارفة أعمل، مش عارفة، كل ده طبيعي. مبروك أنت حامل، كل ده طبيعي، لأن الدورة الدموية بيبتدي يتحمل عليها كائن جديد، كائن دورته الدموية زيادة، كل ده بيتغذى وبياخد من الدورة الدموية للأم. مبروك أنت حامل، دي أول جلسة أو أول زيارة للزوجين بعد الحمل. أول زيارة احنا دايما بنبتدي، احنا يعني الجزئية اللي عايزين نفصلها في الأذهان، في ناس كتيرة جدا بتسأل وبتتساءل، هل الأشعة التلفزيونية أو السونار خطر أثناء الحمل؟ كتر السونار خطر أثناء الحمل؟ أقل عدد المرات التي يجب أن يعني أعمل سونار أقل مرة قد إيه؟ أو عدد المرات قد إيه؟ وأكتر مرة قد إيه؟ الأسئلة دي إن شاء الله ربنا يكرم، إن شاء الله هنجاوب عنها، وهنبتدي نخش في أول 3 أشهر نعمل متابعة إزاي؟ ولو حصل نزيف لا قدر الله أسبابه إيه؟ وهنبتدي نعالجه إزاي؟ وايه السبب الرئيسي بتاع النزف اثناء الحمل. اولا جم الزوج والزوجه اول زياره، بنبتدي ناخد التاريخ المرضي للزوجين، هل ده حمل اولاني، حمل تاني، نوع الولاده الاولانيه كانت طبيعيه او قيصريه، او لو ما كانش في حمل لا قدر الله كان في سقط او اجهاض، وكان الاجهاض ده كان متوازن معايا، عملنا عمليه كحت وتفريغ ولا ما عملناش هذه العمليه، ده اول حمل. طيب عملنا التحاليل الاولانيه بتاعه الحمل، وخصوصا المراه اللي كان ده اول حمل بالنسبه لها، عملنا التحليل الاولي اللي هو التحليل الاولي اللي بيبقى صوره الدم الكامله. الحاجات دي لازم تتعمل يا جماعه، ما ينفعش عشان انا بدأ جدا تجي لي سيده في الشهر الخامس او السادس ومتابعه وتيجي اقول لها عملت صوره الدم كامله، لا. حضرتك عملت سكر عشوائي؟ لا. ولما تيجي تاخد التاريخ المرضي للعائله تلاقي الاب والام الاثنين عندهم سكر، تقول لك اصل بابا وماما جالهم على كبر. يا جماعه الحمل عباره عن ضغط عصبي زياده على الجسم، فوارد ان هو يجيب سكر في اي سن في اي وقت. تاريخ السيده التي لها تاريخ مرضي بالنسبه للاب والام يجب ان يكون تحليل السكر شهري، يعني دايما العيانين اللي عندي اللي اخد تاريخ مرضي للعائله بابا وماما عندهم سكر. لا، بابا وماما عندهم سكر، يبقى كل شهر لازم حضرتك تجيبي لي تحليل سكر وانت داخله من غير ما نتكلم اوتوماتيك. ليه؟ لان ممكن شهر، خصوصا الشهور الاخيره من الحمل، هي شهور يعني تجعل السكر اكثر عرضه، المراه اكثر عرضه للسكر، يبقى احنا لازم نعمل تحليل كل شهر في الشهر السابع والثامن والتاسع، الا اذا لا قدر الله، لا قدر الله، اذا لا قدر الله جبنا عملنا تحليل السكر ولقيناه عالي، فنبتدي نضطر بقى نعمل تحليل سكر صايم، وبعد الفطار بساعتين بنبتدي نعمل الهيموجلوبين السكري، او اللي هو بيوضح لي السكر 3 أشهر الاولى من الحمل. ثانيا لازم نعمل عامل الار اتش، وخصوصا في المراه البكريه، وما بنكررهوش في الحمل اللي بعد كده،
يعني السيده تيجي تقول لي طب اكرره تاني يا دكتور؟ لا، هو الار اتش لو ظهر مره واحده سواء ايجابي او سلبي، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، كان في مدام اتصل بينا وشرحنا تماما الار اتش عباره عن ايه. معانا اتصال. ام كريم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام كريم. ايوه دكتور اتفضلي. انا بنتي متجوزه بقالها سنه. عندها كم سنه يا ام كريم؟ عندها يعني قربت تخش على 26 سنه، متجوزه بقالها سنه. تمام. وكانت قبل ما تتجوز كان عندها طبعا تاخر في الدور بتاعتها، كان بالجهاز اللي بالحقن من اول ما جات لها الدوره وهي بنوته لغايه الاخر ما بتجيلهاش. لا، لما كان عندها 18 سنه كانت منتظمه، بعد 18 سنه ما كانش بيجيلها الا لما تاخد حقن تنزلها. تمام. وديتها بقى الدكاتره عشان اعالجها قبل الجواز وكده، قالوا لي ما ينفعش الا بعد ما تتجوز عشان الهرمونات تتظبط معاها. تمام. ودلوقتي بقى لها سنه، بقى لها 6 شهور بتاخد تنشيط. عملت تحاليل هرمونات يا ام كريم؟ لا كله مظبوط، بس هي عندها نسبه التكيسات عاليه شويه. طيب، الزوج عمل تحليل سائل منوي؟ اه كله مظبوط. طيب، عملت اشعه بالصبغه يا ام كريم؟ لا لسه يا دكتور، هي في السعوديه ويعني نازله بعد شهر، فانا عايزه اطمئن عليها انها دايخه من الدكاتره هناك بيدوها تنشيط، ما جابش نتيجه معاها. لا، يبقى لازم نعمل اشعه بالصبغه او منظار يا ام كريم عشان نطمن على انابيب. انا هرد على حضرتك دلوقتي. ام كريم، هي القاعده الاساسيه يا جماعه، احنا لما بنعمل كل حاجه للزوجين ونلاقيها سليمه، من مده لثلاثه ست شهور، انا ما اخبطش دماغي في الحيطه. معانا اتصال استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل. ايوه يا باشا. السلام عليكم، ازيك؟ عليك بركاته. اتفضل يا استاذ محمد. معايا يا باشا لو سمحت، انا متزوج من حوالي سنه وثمان شهور كده. عندك كام سنه يا استاذ محمد؟ عندي 25 سنه. متزوج بقالك سنه و8 اشهر. اه تمام تمام. ساعه سنه و8 اشهر. حصل حمل قبل كده يا استاذ محمد ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش والله يا باشا خالص. الزوجه عملت التحاليل وعملت اشعه مهبليه وعملت اشعه بالصبغه وعملت منظار. عملت تحاليل وخدت منشطات كتير. حضرتك عملت حضرتك عملت تحليل السائل المنوي بتاع حضرتك ولا ما عملتوش؟ عملت يا باشا، بس طلعت الحركه يعني الدكتور بيقول ما يمنعش من الحمل بس الحركه ضعيفه. طيب، عملنا أشعة بالصبغة للزوجة ولا ما عملناش؟ لا، عملت كشف بالأشعة التلفزيونية. عملت أشعة مهبلية تبعت التبويض، طلع التبويض سليم؟ آه لا، بس أنا بسافر يا باشا، يعني بسافر على فترات كده، يعني بنزل كل 40 يوم أو كده. طب أنا هرد على حضرتك يا أستاذ محمد. يا جماعة، إحنا في حاجة لازم نأكد عليها. إحنا زي ما قلنا، إحنا بنوع بين الزوجين أول ما بيبتدوا إلى حد ما بنحاولش أول ست شهور أو في خلال تسعة أشهر أو خلال السنة إن إحنا نقرب لهم، ولكن إحنا ابتدينا ويعني وخلاص والزوجين مستعجلين. أول حاجة بنعمل. معانا اتصال. أم محمد اتفضلي. أيوه دكتور، أنا بنتي كانت عاملة حقن مكارم يوم 30/5. تمام، بعتت الأجنة يوم 30/5؟ أه، هو رجعوا لها جنين واحد. جنين واحد ليه؟ عندها كام سنة؟ 26. كانوا طالعين منها 9 بويضات. والزوج هو عنده عدم حركة فخدوا عينة ملخصية. وطلعوا 4 حيوانات بس اللي موجودين. فلما جم تاني قلنا لهم هتعوزوا تاني تسحبوا منه، قالوا لا ما هو في كفاية. 4 حيوانات منوية بس ولا 4 مليون؟ ما احنا مش عارفين. لا، هم قالوا أول حاجة قالوا ده سليم، احنا لقينا الحمد لله إن في حاجة بتتحرك. هو كان عنده عيب في الحركة، العدد كان كتير بس عيب في الحركة. تمام. المهم رحنا عملنا توكلنا على الله يعني وعملنا حقن مجهري، فالنتيجه سحبوا منها دم عشان يعرفوا اللي هو الاي 2 والبي 4. طب تمام. فطلعت هي دلوقتي مثلا عدت 10 ايام، الاي 2 184. تمام. والبي 4 69، فانا عايز اعرف ده التحليل بتاع ايه وبيدل على ايه يعني. طب ارد على حضرتك. ماشي تمام. معاك سؤال ثاني. ام كريم، يبقى احنا زي ما قلنا احنا في الاول، احنا يا جماعه دايما اللي بنبحث عن الحمل من 3 ل 4 اشهر احنا بنعمل تنشيط. اولا احنا قلنا تاخر الانجاب الاولي نحن ندين المبايض، يعني بنحاول نشوف المبايض بتاعه الانثى، ده بمنع ان تحليل السائل المنوي للزوج سليم. تحليل السائل المنوي للزوج سليم، يبقى احنا نبتدي ندور على المبايض. 3 4 اشهر من التنشيط للتبويض والتبويض سليم وظبطت العلاقه الزوجيه، سواء وقت سواء وضع سواء كل حاجه، ظبطت العلاقه الزوجيه وما حصلش حمل، ما افضلش اخبط دماغي في الحيط. يعني انا اتضايق جدا لما تيجي تقول لي بقالي سنه بنشط. طب ما ببساطه جدا، تاخر الانجاب ليس تبويض فقط. ليه يجب ان نزيل من الاذهان تاخر الانجاب ليس تبويض؟ لا، ندور على الانابيب.
خلاص لقيت برضه عملت اشعه بالصبغه لقيت الانابيب سليم، يبقى حضرتك لازم نعمل منظار سواء بطن او رحم لسبب، لان احنا ممكن نلاقي مرض بطنه الرحم المهاجره فدون او الاندومتريوزس، ده يقلل لي فرص الحمل او ياخر فرص حمل، ممكن الاقي اورام ليفيه مش ظاهره كويس في الاشعه. معانا اتصال. مدام منى. مدام منى اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا دكتور شادي اسال حضرتك على اتفضلي. انا عندي 39 سنه. تمام. متجوزه من 17 سنه. تمام. ومعايا ولدين. وقعدت الصغير عنده قد ايه يا مدام منى؟ عندها 12 سنه. 12 سنه تمام. قعدت فتره كبيره كده ما بفكرش. ولدهم طبيعي ولا قيصري؟ هو طبيعي. تمام. هو بعدين بدات افكر كده من سنتين، رحت لكذا دكتور قال لي ما عندكيش حاجه، وفي الاخر في دكتور قال لي عندك قرحه في عنق الرحم عملها لي، وبعد ما عملتها قال لي في حاجه بسيطه كده، مشكله بسيطه في البويضات، فاداني في التبويض يعني. فاداني 10 لبوسات، قال لي خلصي ال10. تحليل السائل المنوي للزوج عامل ايه يا مدام منى؟ لا ما حللناش جديد، مفيش حاليا تحليل. لا لازم نعمل تحليل. لازم. وكان طلب مني بس تحليل الهرمون اللبن ومزرعه. عارف منها موضوع القرحه دي. طيب الوقت المهم ان هو اداني 10 لبوسات خلصتهم، والدوره اتاخرت 3 ايام، وبعدين برضو نزلت، بس نزلت معها دوخه وتعب مختلف. هرد يعني على حضرتك يا مدام منى، احنا دايما قلنا يا جماعه تاخر الانجاب اولي او ثانوي، الانجاب هو عباره عن زوج وزوجه ليس زوجه فقط، عشان انا بتضايق جدا ان يجذب انتباه دكاتره امراض النساء للمراه فقط. هي المراه اللي جايه تبحث عن الانجاب عندي، ولكن يجب ان ينتبه للزوج سواء تحليل سواء تاخر انجاب اولي او ثانوي، يعني اتنين لم يسبق لهم الخلفه قبل كده، او اتنين عندهم عيال. هي المدام منى اعتبرت هي والدكتور، وده خطا فادح، اعتبر ان الرجل خلف قبل كده خلاص ما عنده عيال. لا ما ينفعش يا جماعه. مدام سالي اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دكتور متجوزه من 5 سنين. عندك كم سنه يا مدام سالي؟ عندي 29 سنه. 29 سنه. وعندي طفل عنده 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. ولا ده طبيعي ولا قيصري؟ طبيعي ان شاء الله. طيب سقطتي قبل كده او بعد كده؟ لا كنت حاطه وسيله شايلها بقالي سنه وثلاث شهور. ايه الوسيله اللي كنا واخدينها؟ اللولب. تمام. شايلاه بقالك حضرتك قد ايه؟ شايلاه بقالي سنه وثلاث شهور. تمام. وعملت تحليل هرمونات. طلع الاف اس اتش 9. تمام. والال اتش 7. تمام. وعملت مخزون المبيضات طلع نص. طلع نص. طب كويس ماشي. فانا مش عارفه كده بقى عندي فرصه ان احمل طبيعي ولا لازم اعمل حقن مجهري؟ تحليل الزوج عامل ازاي يا مدام؟ تحليل الزوج 14 مليون. 14. والحركه؟ الحركه اللي هي الاي 10 واللي تحتيها 30. واللي زوجه؟ اللي زوجه 30. تبقى 30 ثانيه. 30 دقيقه. دقيقه ايوه. فانا يا دكتور عايزه اسال يعني مخزون البويضات ده ينفع ان انا احمل عليه طبيعي ولا لازم اعمل حقن مجهري؟ طيب انا هرد على حضرتك. ماشي. يبقى مدام سالي هو الكل نفس الحكايه يا جماعه. انت حضرتك بس يعني شايله الوسيله ما بقالناش مثلا سنه. طب وايه يعني؟ وسريعا احنا مركبين لولب، فنعمل بعد اللولب ساعات بيحدث التصاقات داخل جدار الرحم. يبقى نبتدي بيحصل التصاقات داخل الرحم، يبقى حضرتك لازم نعمل اشعه بالصبغه، لازم نعمل منظار بطن ورحم يا جماعه. ما نجريش على طول دايما على الحقن المجهري، عشان انا دي الحاجه اللي بقت بتضايقني جدا. يجي وبيجي لي العيان بعد الملف عند دكتور والتاني، وكل ده يخش انت عايز حقن مجهري، انت عايز حقن مجهري، انت عايز. ما اسهل ما علينا هنعمله يا جماعه، بس الحقن المجهري لازم نعرف ان نسبه نجاحه لا تتعدى 30%. يعني من كل 10 بيعملوا 3 بس اللي بتنجح، 4 بس اللي بينجح فيهم، ففي 6 تانيين او 7 تانيين لا ينجح فيهم الحقن المجهري. نفسيا انت بتبقى مؤهل ان هو هيحصل حمل مع الحقن المجهري، فيبقى من ماديا انت بتبقى يعني في زياده في الجزء المادي، لان طبعا دي حاجه غاليه، فاحنا كده زودنا على نفسنا الجزء المادي. معانا اتصال. استاذ محمد اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل يا حبيبي. يا باشا يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. ممكن يكون يعني التاخير في الحمل زي ما قال الدكتور اللي كنت تابع معاه السفر، ممكن ايه يا حبيبي؟ السفر يعني ممكن يكون هو الرئيسي. انت حضرتك بتسافر وبتروح؟ بتروح وبتيجي كل قد ايه؟ يعني كل 40 يوم كده. كل ايه؟ 40 يوم.
كل 40 يوم تيجي للمدام تقعد معاها قد ايه؟ بنزل 10 ايام. كل 40 يوم 10 ايام. لا انا هرد على حضرتك، دي سهله قوي، هرد على حضرتك. هو طبعا ده تاخر، ده سبب للتاخر. احنا لو استاذ محمد كان متابع معانا من اربع خمس حلقات احنا قلنا تعريف تاخر الانجاب، يجب ان يكون هناك تاخر الانجاب، يعني زوجين قاعدين مع بعض من العلاقه الزوجيه المتصله، علاقه زوجيه متصله يعني من 3 ل 4 مرات اسبوعيا لمده 6 شهور او لسنه. ده التعريف خالص، ده في الاول خالص لو استاذ محمد كان معانا. طبعا 40 يوم وتنزل 10 ده يعمل سبب تاخر انجاب، لان انت كده كل دورتين عند المراه وارد ان انت تصدف حضرتك تبقى معاها في ميعاد تبويض واحد. بس طالما ده سهل، يعني انا في مثلا كان واحد شغال في البحر الاحمر، واحد جاي من السعوديه، المدام ما منساهاش، مدام كان جوزها جاي من السعوديه وقالي جات لي قبلها بثلاث اشهر، ابتدينا نجهزها الثلاث اشهر، جوزها جه نزل قعد شهر واحد في السنه وحملت في خلال الشهر. فانت احنا بنقدر نظبط، احنا بالتبويض الصناعي والتنشيط الصناعي انا اقدر احدد الميعاد واقول لحضرتك، او انت تقول لي لا انا مش هقدر انزل غير يوم كذا، ابتدي انا العب في التبويض وفي التنشيط بحيث ان انا اخره لغايه لما حضرتك ترجع. فيعني احنا ده سهل قوي، انما احنا لما نترك حضرتك انت والزوجه طبيعي، لا ده ممكن يتاخر فعلا، لان حضرتك هتيجي كل 40 و10 تقعدهم هنا، ادي 50 يوم، يعني كل دورتين حضرتك قاعد معاها دوره. وهل هتصدف ان الدوره ال10 ايام اللي حضرتك قاعدهم فيهم التبويض ولا لا، ده احنا ما نعرفش نقدر نقول عليه. نرجع تاني لموضوعنا، احنا قلنا تاخر انجاب اولي او ثانوي يجب ان يكون هناك تحليل سائل منوي للزوج والزوجه. تحليل سائل منوي للزوج، لان الانجاب ده عباره عن علاقه بين زوجين، ما ينفعش ان انا ابتدي اخوض مع المراه وابتدي اتدخل فيها تماما والزوج ما فيش خالص. الزوج ما عملناش تحليل معانا اتصال. مدام ماجده اتفضلي. يا مدام ماجده. ايوه معايا الدكتور. اتفضلي. انا عايز اسال، انا عملت تحاليل هرمونات، عايز اشوف التحاليل دي كويسه ولا لا. اتفضلي. الاف اس 13.73%. عندك كام سنه يا مدام ماجده؟ 37. عندك عيال قبل كده؟ معايا بنتين. الصغيره عندها قد ايه؟ 3.5. والدهم طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. طيب اتفضلي قولي لي بقيه الهرمونات. والال اس 5.56. طيب تمام. والبروكتين وهرمون اللبن 7.64، وانا عملت وجعتي بس بيسافر، يعني بيروح ويجي ما قعدش هناك. بيروح ويقعد، ويروح يقعد قد ايه ويجي لحضرتك؟ بيقعد سنه ونص يعني في السعوديه، وبيجي اجازه 3 شهور 4 شهور. طيب انا هرد على حضرتك دلوقتي. طيب يبقى مدام ماجده هي نفس السؤال بتاع استاذ محمد، هو الدنيا متقاربه يا جماعه، حضرتك هتروحي للطبيب، احنا تحاليلنا كويسه، التحاليل اللي بتتعمل يا جماعه اللي هو من ثالث لسادس يوم الدوره او من ثاني لسادس يوم الدوره، اف اس اتش ال اتش اي 2، وديا اللي هي دايما الفيرتيليتي هرمونز او هرمونات الخصوبه، بنيجي احنا لازم نضيف عليها الهرمون اللبن او هرمون الحليب اللي بيسموه كده في الدول العربيه البرولاكتين، ولازم نضيف عليها هرمون الغده الدرقيه تي اس اتش والتي 3 والتي 4، لان في ارتباط وثيق بين تاخر الانجاب وزياده او نقصان او زياده او نقصان الغده الدرقيه، نشاط الغده الدرقيه. ساعات الغده الدرقيه بتبقى نشطه جدا، ده ياخر الانجاب. ساعات الغده الدرقيه تبقى نايمه خالص، ده ياخر الانجاب. فيبقى لازم نعمل تي اس اتش والتي 3 والتي 4 مع هرمون البرولاكتين. معانا اتصال. مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايز اعرف ايه اسباب تاخر الدوره الشهريه. عندك كام سنه يا مدام ايمان؟ انا عندي 41 سنه. 41؟ ايوه. طيب حضرتك الدوره متاخره بقالها قد ايه؟ انا عندي مش منتظمه. مش منتظمه بقالها قد ايه يا مدام ايمان؟ بقالي فتره. الفتره دي قد ايه يعني؟ يعني فتره ما اقدرش احددها. طيب تمام، انت حضرتك عايزه تسالي عن اضطرابات الدوره الشهريه، ايه اسبابها؟ طيب طب وايه اسباب يعني، وكمان عايز اشوف الهرمونات ايه بتعمل ايه يعني بالنسبه لتاخر الدوره الشهريه. طيب اقول لحضرتك انا كل حاجه. احنا زي ما شرحنا المره اللي فاتت ان فيه دورتين داخل جسم الانثى، دوره مرتبطه بهرمونات المبيض ودوره مرتبطه لدوره الهرمونات لا ينبئ عنها سوى التحاليل. ان انا اعمل اف اس اتش ال اتش اي 2 فلاقي ان الدوره دي دوره الهرمونات اللي اقدر اتتبعها، انما في دوره ثانيه داخل جسم الانثى دي اللي هي تعبر عن نفسها اللي هي دوره الرحم اللي تنبئ عن نفسها بنزول الدوره الشهريه.
طبعا السيدات ما يهمهمش خالص دورة الهرمونات الا اللي بتدور على الخلفة، انما اللي بيهمها تماما هو دورة خروج الدم، دورة الرحم نفسها، وهل الدم ده بينزل ولا لا. اضطراب الدورة الشهرية بتختلف حسب اختلاف السن. يعني لما دام ايمان لما نيجي نقول هنقول ده احنا خلاص دخلنا على حاجة اسمها بيري منوبوزال بليدنج، سن ما حول سن اليأس. معانا اتصال مدام سالي، اتفضلي يا مدام سالي. يا دكتور انا اللي كنت اتصلت قبل كده. ما انا حضرتك وانا لسه كنا هنتكلم، احنا بنقول ما نجريش على الحقن المجهري. طب مخزون البويضات بتاعي ده كويس؟ لا ده يعني كويس قوي. عليه طبيعي؟ نص ده كويس قوي قوي، فالنص ده هيحصل حمله عليه اللي هو 5 من 10، ده كويس جدا. ثانيا حضرتك ما تجريش على الحقن المجهري، احنا حصل حمله، هنعمل تحليل سائل منوي للزوج، وحضرتك هتعملي لي اشعه بالصبغه او منظار بطن ورحم عشان تبقي مطمنه. مدام سالي الاتصال قطع. طيب تحاول تتصل بينا تاني بعد الحلقه على الارقام الموجوده على الشاشه. يبقى احنا زي ما قلنا نرجع تاني لاضطراب الدوره الشهريه. اضطراب الدوره الشهريه تختلف باختلاف السن. يعني انا ما اقدرش اقول مثلا اضطراب الدوره الشهريه في فتاه عندها 13 سنه زي امراه عندها 25 سنه، زي امراه عندها 35، زي امراه عندها 40 و45. مدام ايمان اضطراب الدوره الشهريه بالنسبه لها ده هو ما هو الا اضطراب ما حول سن الياس، لان ده السن ما حول سن الياس. دايما كنا نفهم الناس كده ونفهم كل الدكاتره الصغيرين ان الدوره بتقطع السيده ده رحمه ربنا، بتقطع السيده زي ما بتيجي للسيده، زي ان البنوته الصغيره اول سنه تيجي تقول لي الدوره يا دكتور مش منتظمه عندي خالص. ده الطبيعي، الجسم عقبال ما بياخد والاكسس بتاع الهرمونات او محور الهرمونات عقبال ما يظبط نفسه بيقعد له بتاع سنه. نفس الحكايه الدوره ربنا رحيم بينا تماما، سبحان الله سبحان الخالق. يعني الدوره ما بتتقطعش عند السيده مره واحده، يعني مش النهارده السيده عندها 38 سنه بكره 39 40 ما عندهاش دوره، لا مفيش الكلام ده خالص. الهرمونات بتبتدي تسحب من الجسم واحده واحده عشان الجسم نفسه معتمد اعتماد كلي على الهرمونات دي، فما اقدرش اسحبها منه مره واحده. معانا مدام هدى. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا مدام هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا عندي حاله اقهار متكرر، انا متجوزه بقالي 3 سنين. والله هو ده موضوع الحلقه النهارده، بس طبعا مش غالبا مش هنوصل له مع الاتصالات المتكرره. عندك كام سنه يا مدام هدى؟ عندي 20 سنه. متزوجه بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. حملنا كام مره وسقطنا كام مره؟ يعني في اول سنه ما حصلش حمل، ثاني سنه حصل لي حمل 3 مرات يا دوبك 40 يوم وينزل. الثلاث مرات 40 يوم. والمره الاخيره في شهر 10 حصل لي حمل وحصل تفريغ في الشهر الثالث. طيب كان في كيس فاضي ولا جنين ونبضات قلبه ما ظهرتش؟ لا ما ظهرش النبض، فانا دلوقتي في الشهر، انا دلوقتي حامل. تمام. كانت الدوره عندي كانت 28/4، فانا عملت تحاليل عايزه اعرضها على حضرتك. اتفضلي. كل التحاليل اللي الدكتور طلبها مني تحليل السي ام في. تمام. اللي هو الاي جي جي ده طالع بوزيتيف، زيرو علامه 58. لا مفيش مشكله. اللي هو الاي جي جي ما فيهوش مشكله، الاي جي ام مش مكتوب غير الاي جي جي والبي تي تي طالع 34 ومكتوب سكند ان اب تو 41. ما هو ده كويس ماشي تمام. والانتي ستربوتيل مش عارفه اسمه بالظبط، يعني اسمه انتي ستريبوتيليس مش فاكره الاسم، اللي هي الصوت مكتوب جنبه انتي كارديوليبين انتي بوديز. مكتوب نيجاتيف. يو ملي مكتوب اب تو. مفيش مشكله، هو ده سلبي. بس انا عندي التحليل اللي الدكتور بيقول لي اللي هو الاي جي جي ده مديني ليه سيري تاندي كاب، بيقول لي ده فيروس. طيب انا هرد على حضرتك دلوقتي. طب لو الاجسام المضاده اللي انا بسمع عنها الدكتور طلب ما طلبهاش مني، ورحت لدكتوره ثانيه بقول لها عايزه اعمل التحاليل دي، قالت لي هي دي كل التحاليل اللي مطلوبه دلوقتي، وكتبت لي على حقن تحت الجلد كده، بس انا خايفه اخدها وعايزه اعرف تحليل الاجسام المضاده ده اسمه طيب ايه. انا هرد على حضرتك يا مدام هدى. هو مدام هدى هو ده موضوع الحلقه الاساسي اصلا النهارده اللي كنا هنوصل له، اللي هو الاجهاض المتكرر. بس نخلص مدام ايمان. احنا قلنا اضطراب الدوره ان الدوره بتقطع السيده، يعني الهرمونات بتتسحب من الجسم واحده واحده، فالسيده استحاله يقطعها الهرمون مره واحده من الجسم وينتهي. كل شهرين ثلاثه هتلاقي الدوره جت، يحدث اضطرابات في الدوره لغايه لما تبتدي تقطع في خلال سنتين ثلاثه. اما مدام هدى هنقول لها حاجات يعني ببساطه كده وبسهوله لغايه لما نيجي في وسط الحلقه هتلاقيها بالتفصيل. احنا حضرتك هتعملي السيتوميجالو فيروس اي جي جي واي جي ام، عشان في فارق يا جماعه بين الاي جي جي دي المناعه، اي جي ام دي العدوى الحديث. ممكن اعتمد على الاي جي جي يبقى ده العدوى لما يحدث تكرار الاي جي جي، يعني عملته النهارده عملته بعد اسبوع لقيته فيه زياده فيه، يبقى الاجسام المضاده بتزيد، يبقى في عدوى داخليه داخل جسم الانثى.
يبقى هي دي لازم كده. انما الاي جي جي مجرد ما ينفعش يبقى ايجابي، لان يعني دي حته بيقع فيها اغلب الدكاتره، حتى يجي الاي جي جي يلاقيه ايجابي يقول لها لا انت عندك عدوى. لا يا جماعه، دي المناعه، دي تدل ان حضرتك عندك مناعه، وجودها يدل ان امتى عندي التهابات او عندي عدوى حديثه، لما الاقي ان الاي جي جي دي بتزيد، عملتها النهارده وعملتها بعد اسبوع لقيتها بتزيد، يبقى في مناعه شغاله جوه الجسم، يبقى اذا العدوى موجوده داخل الجسم. او الاي جي ام ايجابي، فبنعمل حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس، حاجه اسمها، وبرضه انا بتضايق جدا لان الاغلب الدكاتره تعمل التوكسوبلازموز اللي هو مرض القطط، يقول لنا عندنا مرض قطط. طب اشمعنى حضرتك اخترت ده؟ ما احنا لازم نعمل الطرش كله، نعمل حاجه اسمها الروبيلا، الحصبه الالماني، نعمل الهيربز، نعمل السيتوميجالو فيروس، نعمل التوكسوبلازموزس، هنعمل زي ما هي قالت الانتي كارديوليبين انتي بودز، انتي لوبس انتي كواجولانت، هنعمل الانتي ثرومبين 3، هنعمل البروتين سي، هنعمل البروتين اس، كل الحاجات دي لازم تتعمل عشان نطمن. وفي الاخر ممكن تطلع كل دون سليم ونطلع نقول ان السبب كان كروموزومي، ان انا لما اجي احلل يعني تالت او رابع مره لازم نحلل السقط ده ونشوف الدنيا فيها ايه، هيبقى يطلع السبب ان الكروموزومات مش منتظمه، فيبقى دون خلاص مفيش مكان. نرجع تاني لتاخر الانجاب بسرعه كده، احنا قلنا زوج وزوجه لازم علاقه زوجيه منتظمه لمده 3-4 اشهر، 3-4 مرات اسبوعيا الزوج يقرب الزوجه، لقينا التبويض سليم، تحليل سائل منوي للزوج سليم، حصل علاقه زوجيه سليمه، ما حصلش انجاب، يبقى خلاص التبويض كده سليم، ابتدي اعمل اشعه بالصبغه او منظار بطن او رحم، لقينا الدنيا. فمنلجاش على طول للحقن المجاري، لان هي دي قاعده دلوقتي، ان اغلب بنخش لاغلب الدكاتره يقول لك لا عايزين حقن مجهري على طول، انت حضرتك وانت والزوج عايزين حقن مجهري على طول. وكانت عندي حاله زي كده، دخلت للدكتور قال لها يعني بعد شهر من الزواج او شهرين حضرتك عندك عايزه حقن مجهري على طول. فراحت جات لي قلت لها نصبر اسبوعين او نصبر شهرين حتى من غير تنشيط عادي، احنا لسه يا جماعه ما كملناش 4 اشهر ولا 5 اشهر من الزواج، وحصل حمل عادي خالص من غير حقن مجهري ومن غير اي حاجه، وحصل الحمل الحمد لله بفضل الله. فيبقى ما نلجاش على طول، يعني ايه، احنا بننصح الناس وبننصح الاطباء ان انت حتى حضرتك ما تخشيش برضو ان يبقى عندك يعني ايه الاقبال الهائل والكامل، هتلاقي الدكتور بيقول لك حقن مجهري على طول، ما هو عايز يخلص، العدد بره كتير والدنيا كتيره وعايزين نخلص. ما ينفعش، انت حضرتك بالراحه كده ونهدى وندور ونبحث، لان الحقن المجهري زي ما احنا قلنا النسبه لا تتعدى من 30-40%، يعني من كل 10 بيخش يعملوا الحقن المجهري 3 أو 4 بس اللي بيحدث لهم النجاح ويحدث لهم الحمل. فدي نسبه مش كبيره، يعني النسبه مش عاليه قوي، عشان ما يتعلقش الامل وعشان ما نلاقيش السبب بعد كده كان هو السبب في نزول الحقن المجهري. يبقى احنا لازم نبحث عن الاسباب ونبحث تماما. وصلنا ان الحمد لله رب العالمين مفيش اي سبب من الاسباب، او وصلنا ان في سبب بيؤخر لي. معانا اتصال. ايوه يا دكتور. ايوه يا محمد اتفضلي. انا لسه كنت مكلمه حضرتك على الاي 2 والبي 4، حضرتك ما جاوبتنيش. اي 2 البنت كانت عامله حقن مجهري والنتيجه طلعت، حضرتك ما جاوبتنيش. يوم 30/5 عملت اختبار حمل ولا لسه؟ لا لسه الاختبار لسه. هتعمله بكره او كمان 3-4 ايام؟ تمام. يوم 16 في الشهر. 16 في الشهر. انا عايز اعرف بس الاي 2 والبي 4 دول ايه اخبارهم؟ والايه؟ اي 2 وايه تاني حضرتك؟ والبي 4. بي 4؟ بي 4 طيب. طلع 69 والاي 2 184. طيب ماشي اوكي. الاي 2 محمد على طول على الهوا كده، الاي 2 دون هو ده يعني تحليل، احنا قلنا من تحاليل الهرمونات الخصوبه، فاحنا بنتابع بيه، بس هو طبعا الاهم من ده كله خالص ان احنا بنعمل اختبار الحمل، هو ده اللي ياكد لي ان في حمل ولا لا. هو الدكاتره بس باصين هل في هرمون الاي 2 عالي قوي اثناء بعث الجنين او حاجه، لان ده يؤثر على هرمون يعني الاي 2 ده لما بيعلى قوي، احنا حتى لما بيبقى عالي جدا ما بنقدرش نعمل الحقن المجهري نفسه، فلو عالي قوي ده هيسبب لا قدر الله اجهاض، بس هو طبعا النسبه بتاعته هايله كده قليل شويه. نيجي بالنسبه للبروجسترون اللي هو البي اللي بيتعمل دون، ده هرمون الحمل الاساسي، فده المفروض يعلى في الفتره الثانيه، والمفروض بندي بروجسترون خارجي بحيث ان احنا، لان البروجسترون ده هرمون الحمل الاساسي، بيبقى فيه اي 2 الحمل ولكن هرمون الاساسي بتاع الحمل هو البروجسترون، فده اللي لازم يعلى ويعلى معانا. نرجع تاني نبتدي بقى موضوع حلقتنا النهارده اللي احنا اتاخرنا عليه قوي. احنا قلنا مبروك انت حامل، حصل حمل، عملنا اختبار وطلع ان في حمل الحمد لله رب العالمين، خلاص يبقى احنا كده هنبتدي الحمل ونبتدي قلنا الفحوصات الاساسيه، لازم نعمل صوره الدم الكامله، لازم اشوف الهيموجلوبين قد ايه، كرات الدم الحمراء قد ايه، الصفائح الدمويه قد ايه، كرات الدم البيضاء، لازم افصص تحليل السائل المنوي، تحليل صوره الدم الكامله.
لازم نعمل الار اتش، واحنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت تماما عن الار اتش، والار اتش يا جماعه ما بيتغيرش، عشان لما بتيجي السيده طول الحمل انا بطلب منها في الشهر الاولاني بتعمل لي صوره الدم الكامله او نسبه هيموجلوبين، بعد كده بنتابع بنسبه الهيموجلوبين بس في الشهر الثالث في الشهر السادس، بس ما بكررش الار اتش. الار اتش ثابت حضرتك، الار اتش بتاع حضرتك ثابت من الحمل الاولاني للحمل الثاني للحمل الخامس، هو خلاص كل بني ادم الار اتش يا ايجابي يا سلبي. بنعمل سكر عشوائي، احنا بنعمله مره او مرتين اثناء الحمل الا اذا كانت السيده في عرضه او عندها تاريخ مرضي للعائله، الاب او الام او الاخت او فاحنا بنبتدي نكرره شهريا. وبنعمل تحليل بول بنشوف فيه بعض الاملاح او بعض الصديد او نسبه زلال او بحيث ان انا ايه ابتدي ابقى عارف النقطه اللي هيحدث منها الانطلاق. يعني انا النهارده حدث الانطلاق من هذه النقطه، نسبه الانيميا قلت، نسبه التحاليل الصديد عالي في البول، السكر عالي، فانا ببتدي اعرف اتحرك من هذه المنطقه. تيجي بقى احنا اقل عدد للمرات اللي بنعمل له اشعه تلفزيونيه اثناء الحمل هو 3، واحد في الفيرست ترايمستر يعني الثلاث اشهر الاولى، مره في الشهرين التانيين في الثلاث اشهر الثانيين، والمره الثالثه في الثلاث اشهر الاخرانيين. يعني مره 2 3 لازم اقل عدد من المرات اللي ببتدي بعمل فيهم سكان او سونار او اشعه تلفزيونيه حسب ما احنا بنسميها، وهم الثلاثه مسمى واحد، لازم نعمل 3 مرات على الاقل اثناء الحمل. السؤال الثاني اللي بيبدر للاذهان، طب انا لو عملته كتير في اي ضرر على الجنين؟ انا لسه عامله الاشعه امبارح لسه، لا احنا عدى جيل كامل. الاشعه التلفزيونيه دي احنا مخترعينها من حاجه و70، من اوائل السبعينات. معانا اتصال، مدام اسماء اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. فاحنا اخترعنا السونار ده، ابتدى يستخدم في امراض النساء والتوليد من السبعينات لغايه النهارده. معانا اتصال، مدام نهى اتفضلي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام نهى اتفضلي. لو سمحت، هو انا عندي لوفه في الدار الرحم، يعني تمام 10 في 3.8. كام حضرتك الحجم؟ نعم. كام الحجم؟ حجمها 5.6 في 3.8. 3.8 سنتي ولا ملي؟ سنتي. سنتي تمام. في انهي حته في جدار الرحم؟ هو انا مش عارفه، بس هم قالوا جوه جدار الرحم، فكنت عايزه اشيلها، فالدكتور قال فتح بطن، بس انا مش عارفه ينفع تتشال. انت حضرتك عندك كام سنه يا مدام نهى؟ نعم. عندك كام سنه؟ عندي 27. متجوزه بقالي قد ايه؟ بقالي 8 شهور. ما حصلش حمل خالص؟ ما حصلش حمل خالص. يعني ما حصلش حتى اجهاض او اي حاجه خالص؟ خالص. طب انا هرد على حضرتك يا مدام نهى، ان شاء الله هيبقى في حلقه كامله بالنسبه للاورام اللي فيا وعلاقتها بتاخر الانجاب. او معانا مدام سلمى. مدام سلمى اتفضلي. ايوه اتفضلي يا مدام سلمى. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مدام سلمى. انا عايز اقول لحضرتك، انا متجوزه من حوالي 9 شهور. عندك كام سنه؟ 25. 25. ما حصلش حمل خالص يا مدام سلمى؟ لا، حصل مرة واحدة و يعني مات في التامن، وفات في التامن. كنت في التاني في الشهر التاني؟ في التامن. في التامن، وإيه اللي حصل؟ مفيش، دم نزل. كنت يوم 3/6 اللي فات ده عملت أشعة وسونار، لقيت الجنين ميت في بطني، قال لي ميت من حوالي 10 أيام. طيب البقاء لله، لله ما أعطى لله ما أخذ. اصبري واحتسبي ربنا. ولقيتيه طبيعي ولا قيصري يا مدام سلمى؟ لا طبيعي. طبيعي تمام الحمد لله. طيب اتفضلي، ايه السؤال؟ اختي برضه حصل لها نفس الحوار. نفس برضه. العيل مات جوه بطنها برضه. ايوه، بس اختي اجهزت اكتر من مره، بس مش في مره في ثاني شهر ومره في ثالث شهر. طيب انا هرد على حضرتك. فانا خايفه الموضوع يتقل، لانه بعد ما اقعدت قالوا ان الجنين كان مشوه. طيب انا هرد على حضرتك. ماشي، احنا بس في حاجه لازم ناكدها، هي مدام سلمى اخدتنا الموضوع تاني خالص، ومدام نهى موضوع تاني تالت خالص. نرد على مدام سلمى، في حاجه اسمها الانتريوتراين فيتال ديس او موت الجنين داخل بطن الام. ده في بعض الاسباب التي تؤثر فيه، وفي حاجه ملوش سبب. يعني انت حضرتك دلوقتي انت معدي الطريق، عربيه خبطتك، كان ايه السبب؟ ان انت عديت الطريق. طب انت كل يوم بتعدي الطريق، ومليون غير حضرتك بيعدي الطريق،
وانت معدي الطريق وقعت من طولك، في ناس تبقى قاعده حصل له صدمه عصبيه وقع، هبوط في الدوره الدمويه مات. طب ايه السبب؟ لا مفيش سبب. ساعات بنرجع نداون، دي اراده ربنا حصل، بس لازم بندور على الاسباب. احنا ساعات بنفتح على البطن او ساعات العيل لما بينزل بنلاقي في حاجه اسمها ترو نوتس، ان الحبل السري ملفوف لفه كامله قويه، فبيبتدي يتشد فيقلل الدوره الدمويه اللي واصله للجنين فيبتدي يحصل الموت. في بعض الاسباب التانية ان انت مش السكر غير متظبط خالص، واحده عندها سكر مش مظبطاه خالص، واحده ضغطها عالي جدا، ودي ان شاء الله هيبقى موضوع حلقه زي ما احنا قلنا تسمم حمل، اللي هو ضغط عالي جدا واحنا مش عاملين له كنترول، انما لو ضغط كويس يبقى مفيش مشاكل. في عندنا ان لازم طالما الموضوع حصل لمدام سلمى فهتبتدي نعمل، هي بتقول كان الجنين مشوه، يبقى لازم في نص الرابع او في اول في نص الخامس او في اول الخامس هنبتدي نعمل اشعه البعد الرباعي، نتاكد على الجنين هل في تشوهات ولا لا بالظبط، ونبتدي نفسره، ونبتدي نتابع كل الحمل كل 10 ايام 15 يوم، حاجه اسمها دوبلر او دوبلكس، بنشوف الدوره الدمويه اللي واصله للجنين هل هي سليمه او لا، يعني الدم اللي واصل للجنين عبر الخلاص ده كويس ولا لا، دي الدوره الدمويه بتاعته سليمه ولا لا، والمفروض احنا بتبقى متابعين الميه اللي حوالين الجنين والخلاص والدنيا تبقى عامله ازاي. اما مدام نهى فاحنا بننصحها الاورام اللي فيا هم وجودها بيبقى في ثلاث اماكن، يا اما في الجدار الخارجي للرحم، ودي ملهاش علاقه بالحمل قوي الا الجزء الفسيولوجي، يعني احنا لازم الاورام اللي فيا لما بتسبب تاخر انجاب عن طريقين، يا طريق فسيولوجي يا طريق تشريحي، اللي هو هي موجوده في المكان اللي هيحصل فيه غرز في البطانه او غرز الجنين في البطانه الرحم، يعني دي مش هيحصل منها حمل، كل ما الجنين يبتدي يحاول يتغرز يلاقي الورم الليفي يبتدي يقع، يحصل اجهاض، حاجه اسمها سب كلينيكال ابورشن او اجهاض غير مرئي، الدوره بتتاخر ما بعملش اختبار الاقي دم نزل بعتبره دوره، هو مش دوره هو كان حصل حمل. او موجوده في العضلات بتاعه الرحم، يعني الورم الليفي موجود في عضلات الرحم، فدون بعيد خالص، بس هل ممكن يؤثر بعد كده لما الجنين يكبر وخلاص يتكون؟ او موجود في الجدار الخارجي، يعني هو موجود يا في بطانه الرحم يا في عضلات الرحم يا اما في الجدار الخارجي الرحم، هو في انهي حته؟ وهل هو التاثير بتاعه فيسيولوجي او تشريحي؟ هي بتقول انا اشيله عن طريق البطن، عن طريق فتح البطن او المنظار، حسب حجم الورم الليفي وحسب قدره الطبيب وحسب كذا حاجه عامل مع بعضينا، يعني انا ساعات انا افضل ان انا افتح ان انا اشتغل بالمنظار، وساعات لا بتبقى حاجه صغيره جدا وما اقدر، لا يبقى دون نعملها بالمنظار. ساعات بتبقى الظروف مهيئه، بس احنا نفضل ان احنا هنعمل اشعه نحدد مكان الورم الليفي بالظبط، حجمه بالظبط قد ايه، لو بعيد عن الخلفه يبقى انا احاول ان انا دايما اخليها يعني ناخرها اللي يحصل حمل مره او اتنين وبعد كده نبتدي نفتح البطن. اما اذا كان ولا بد، يعني احنا لسه عاملين لبنوته كان الورم الليفي بتاعها 12 في 14، حاجه كبيره حاجه مهوله جدا، وبنوته اصلا يعني انسه لا متجوزه ولا حاجه، وفتحنا بطنها لان طبعا الحجم دون انا مش هقدر اخرجه عن طريق المنظار، وفي نفس الوقت مش هعرف اشتغل بحريه عن طريق المنظار. نبتدي بقى نرجع لموضوع حلقتنا تاني، زي ما احنا قلنا حصل حمل الحمد لله وعملنا التحاليل الاولانيه، وعدوا احنا بنعمل قلنا الاسكان او الاشعه التلفزيونيه او السونار اقل عدد المرات هو 3 مرات اثناء الحمل، يعني اقل عدد المرات هو 3 مرات اثناء الحمل. افرض عدد عملنا اشعه تلفزيونيه كتير، عشان السيدات بتيجي تسال هي دي مش غلط، احنا قلنا عدى جيل كامل من الاشعه التلفزيونيه، احنا مستخدمين الاشعه التلفزيونيه من السبعينات، فلغايه دلوقتي ما حصلش اي تاثير واي حاجه، فهي الاشعه التلفزيونيه امنه اثناء الحمل طوال الحمل مع اي عدد من المرات، مفيش ابر ليميت او مفيش حاجه قالوا لنا ان احنا لا نعمل كذا، ان في عدد مرات نقدر لا نستطيع ان نتعداه، فبنعمله بعدد مرات اي عدد زي ما هو متواجد. نبتدي نشوف بقى حصل ناس في اثناء الثلاثه اشهر الاولى من الحمل، وده موضوع الحلقه الاساسي اللي هو كان في مدام اللي هي بتسال عن تكرار الاجهاض، هنوصل له دلوقتي. حصل ناس في اثناء الثلاثه اشهر الاولى من الحمل، ده لا يتعدى كونه لازم افكر في خمس اسباب، ما فهمش حاجه سادسه، خمس اسباب متواجدين، يا اما حصل اجهاض او السيده دي تعاني من الاجهاض بكل انواعه اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله، او حمل خارج الرحم وكان لسه عندنا طبيبه حصل لها حمل خارج الرحم والحمد لله ربنا كرمها وان شاء الله اتشال عن طريق الحقن المجهري، يا اما الفيزيكولر مول اللي هو الحمل الحويصلي. معانا اتصال. أمة الله اتفضلي يا مدام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. انا متجوزه بقالي سنه ونص. تمام. ولغايه دلوقتي ما حصلش حمل، وكنت عملت الاشعه بالصبغه كانت كويسه. عندك كام سنه يا امه الله؟ 20.
20. متزوجه بقالك قد ايه؟ سنه ونص. ما حصلش حمل خالص؟ خالص. وزوجي عمل التحاليل طلع كويس وشعر الصبغة بتاعتي كويسه. بس انا كنت عملت التحاليل فكنت عايزه اعرف من حضرتك اتفضلي. اللي هي الاف اس اتش 7.1 تمام، والال اتش 6.3 تمام، وهرمون اللي هو اللبن 26.11 تمام. بس كده كنت عايز اعرف من حضرتك يعني ايه. طب هو هرمون اللبن ده على الهوا كده على طول؟ هرمون اللبن ده عالي شويه. هو هتلاقيه حضرتك في الرقم الطبيعي، يعني لما تقري الارقام الطبيعيه اللي جنبه هتلاقيها لغايه 29 30. بس احنا بالنسبه للخصوبه وان احنا عايزين تبويض سليم يعني بنحاول نقلله عن 10 او يبقى واصل ل 10 عشان يحصل حمل كويس ان شاء الله. يبقى ما دام امه الله هنبتدي نعمل هرمون اللبن وناخد ادويه لهرمون اللبن بحيث ان ينزل، نحاول ننزله ل 10. ما حصلش حمل وكانت الاشعه بالصبغه سليمه وكل حاجه. معانا اتصال، اتفضل مدام سرية، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا باهل الجزائر كلهم. انا عايش نفسي. شكرا جزيلا. الشكر لله. اتفضلي. انا عندي مشكله في حضرتك. عندك كام سنه يا مدام سرية؟ عندنا كام سنه؟ 31. متزوجه بقالك قد ايه؟ سنتين. ما حصلش حمل فيهم خالص؟ لم يحدث اي حمل؟ حصل لي حمل في اول شهر زواج. وحصل اجهاض؟ حصل لي اجهاض بعد الشهر، في الشهر الثالث. طب تمام. عملنا عمليه كحت وتفريغ؟ لا لا لا، عمليه قيصريه. عملتي قيصريه؟ ده كان في الشهر الكام؟ في الشهر السادس. السادس. سادس. انا حصل لي ارتفاع في الضغط 22 12. تمام. حصل لي ارتفاع في الضغط وحصل لي كريز ديكلونكسي. حصل لحضرتك ايه؟ كريز ديكلونكسي. كريز استاذير فقدت الوعي انا ودرت لي كريز ديكلونكسي. اكلامسيا اللي هو تسمم حمل يعني. حصل تسمم حمل وحصل لحضرتك تشنجات. تشنجات وفقدت الوعي ودخلت للبلوك، داروا لي سيزاريان عمليه قيصريه. وبيبي توفت سما من وراء ابخي بعد القيصريه، ما ماتش الفم في داخل الرحم. بعد ما جبدوه توفى. تمام. مولود بس ما عادش. السؤال فين؟ السؤال فين هنا يا مدام سر؟ بعد نعم. السؤال فين هنا حضرتك؟ سؤالي من نهار هذاك، من اليوم اللي درت فيه العمليه ما زدتش. قالوا لي ثم لازم لك تقعدي عام، ما تزيديش تحملي عام كامل على القيصريه. هي انا تبعت على الاشهر الاولى، شربت الحلي لابيلول اقراص تاع منع الحمل تاع الرضاعه ديك. شربتهم مده عام شهرين متتاليين، ما حبستش ولكن ما ساعدتنيش هذه الحبوب. تمام. ما ساعدتنيش دونك حبستها وقفتها. ومن بعد من وراها يعني مات في حياتي طبيعيه عاديه، ما كانش حمل. طيب. كي رحت انايا عند الدكتور. الو. ايوه مع حضرتك. تحليل السائل المنوي بتاع الزوج عامل ازاي؟ تحليل السائل المنوي للزوج عامل ازاي؟ تحليل رحت انا عند الدكتور، عاودت درت ازي ثم بديت من الاول تحاليل كل تاعي تاع الزوج. تاع الزوج خرجت سليمه 57 مليون جو بونس. تمام. 57 مليون والدكتور قال لي مملاح. تمام. طب الاتصال قطع؟ علاش؟ طيب اتفضلي يا مدام سرية. تاع البرولاكتين اف اس اتش خرجت لي 3.74. ده الاف اس اتش والبرولاكتين؟ اف اس اتش خرجت لي 3.74 والال اتش 2.37 والبرولاكتين 13.91. تمام. درت اشعه بالصبغه خرجت لي النتيجه مليحه، كلش سالك. تمام. الاناليز سالكه. طب تمام. بعديك من وراها عطاني الحكيم، عطاني منشطات الشهر الاول، عطاني كلوميد برك شي اقراص كلوميد. تمام. لقى التبويض تاعي ضعيف بزاف، ضعيف والبويضات خرجوا بس ما يكبروش. ف
في الشهر الثاني زاد دوبلير هي لا دوز ما عاود كثر في الكميه تاع كلوميد وزاد لي الحقن حقنه حقنه منشطه تمام هي المنشطات ثم ما كملتش انا في المنشطات وهبطت لي الدوره طيب. المرة دي في الشهر هذا الثالث أعطاني حضور منع الحمل ألدومات قال لي شبيها 21 يوم وحب ساعة. طب أنا هرد على حضرتك يا مدام سرية. هي مدام سرية إحنا دلوقتي دخلنا في مرحلة البحث عن الإنجاب. مفيش مشكلة عملنا أشعة بالصبغة سليمة التحاليل سليمة وكل حاجة سليمة هنبتدي نعمل تنشيط هايل للمبايض لغاية لما يحدث حمل. بس خلي بالنا احنا دايما نخلي بالنا أنت حضرتك حصل حمل المشكلة مش في الحمل المشكلة إن إحنا نكمل فنخلي بالنا دايما من الضغط. ثم الضغط ثم الضغط تسمم الحمل دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا اكتشفنا حاجه بنقدر نعمل بريدكشن ان السيده او تنبؤ ان السيده دي ممكن لا قدر الله تعاني من تسمم الحمل او علو الضغط في اخر الحمل ان احنا بنعمل حاجه اسمها دوبلر لليوتراين ارتري الشريان المغذي للرحم بنعمل له حاجه اسمها دوبلر فبنبتدي نشوف فيه الدوره الدمويه بتبتدي الى حد ما دلوقتي تعمل بريدكشن او تنبؤ ان ممكن السيده دي يحصل لها تسمم حمل بننصح مدام سرية ان احنا نبعد نخلي الستايل لايف بتاعنا اخف كتير مفيش املاح مفيش مخللات مفيش مقبلات مفيش الحاجات اللي فيها زياده في الملح الحاجات الفواكه اللي فيها زياده في الملح ان احنا دايما نحاول نمشي كتير بحيث ان الضغط يبتدي نشوف تحاليل الكوليسترول والدهون الثلاثيه والاتش دي ال والال دي ال كل ده ونحس ان احنا نظبط الضغط ونخلي السيده مؤهله قبل ما تخش يحصل حمل لان الحمل نفسه بيسبب علو للضغط لان في كميه من الضغط وكميه من الضغط النفسي والضغط العصبي مع زياده حجم الدم في السيده عشان تقدر تغذي الجنين كل ده ممكن يسبب يعني تسمم حمل او ضغط الدم يعلى مره اخرى فقبل ما ندور نظبط ضغط الدم تماما ونبتدي نعمل تنشيط هايل للمبايض خصوصا تحليل سائل منوي للزوج سليم شعب الصبغه سليمه تحاليل حضرتك سليمه خالص فالدنيا ان شاء الله ربنا ييسر الخير نبتدي نرجع لحلقتنا تاني احنا زي ما قلنا حصل نصف اثناء 3 أشهر الاولى من الحمل ده عباره عن يا اما اجهاض يا اما حمل خارج الرحم يا اما حمل حويصلي يا اما حاجه ملهاش علاقه بالحمل خالص ولكن ظهرت اثناء الحمل يعني السيده عندها حاجه في الرحم او في عنق الرحم سببت نزول دم اثناء 3 أشهر الاولى من الحمل فاغلب الدكاتره واغلب الناس تعزها للحمل لا ده ممكن في حاجه اسمها سيرفايكال اروجا في قرحه شديده جدا او في التهابات شديده جدا في المهبل او عنق الرحم فجابت لي دم او حاجه اسمها هارت مان ساين ان الجنين نفسه ما قدرش يملا تجويف الرحم في 3 أشهر الاولى من الحمل فيبتدي ينزل نقط دم اثناء 3 أشهر الاولى في ميعاد الدوره هما بيقولوا لي خلاص تخلصنا كده احنا ان شاء الله الحلقه الجايه هنبتدي الحلقه من اولها ويسعدنا برضو ان احنا نستقبل اتصالاتكم في اي وقت في الميعاد قبل كده بساعه الا ربع ان شاء الله كل يوم حد مع برنامجكم برنامج بسمه امل مع دكتور شادي محمد اخصائي امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجاري نذكركم بزياره السويس كل يوم سبت الساعه 11 صباحا في مستشفى عين الحياه اللي هو 5 شارع الفردوس خلف حي السويس كل اسبوع ان شاء الله وان شاء الله التواصل معكم مع على الفيسبوك بسمه امل دكتور شادي محمد واللي عايز يتفرج على الحلقه على اليوتيوب ان شاء الله دكتور شادي محمد بسمه امل مش العكس عشان دكتور عمرو خالد مسيطر على اليوتيوب شويه ان شاء الله نشوفكم بخير ان شاء الله على وعد بلقاء الاسبوع القادم والاحد القادم اذا كان في العمر بقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته